مساء الخير. مساء الخير على الناس تابعتنا من أول يوم بلشنا به بالتجربة واستمرينا إلى غاية هذا اليوم ومستمرين إن شاء الله إلى الأبد. الجو والوضع كل اليوم والميوزك اللي بدنا نسمعها به نوع من الحميمية يمكن إحنا فقدناها نوعا ما بسبب السرعة وعصر السرعة اللي ماشيين به اللي ما نعرف وين ودانا آخر شيء. هواية نسينا أمور، ولكن الميوزك أو الموسيقى أو الأغنية هي اللي ترجعنا دائما إلى أحلى مواقف، أحلى أشياء عشناها بعمرنا. فإذا هي الأغنية الوحيدة اللي ممكن تذكرنا بهذا الشيء. لما نشوف سالفة قدامنا يسويها أحد نقول الله قبل كنا إحنا هيك نسوي، نشوف مشهد من مسلسل نقول الله إحنا هيك كنا نتفرج وقاعدين ومتونسين والحياة قد كانت حلوة. الحياة بعدها حلوة، أنت تحليها وأنت شوي ونتغيرها همينا، بس إذا دائما تكون متفائل راح تشوف الحياة أحلى وأحلى بهواي. ما راح أطول عليكم، إحنا جيل الطيبين، هيك يسمونا جيل الطيبين. ليش جيل الطيبين؟ سؤال سألت نفسي اليوم والبارحة وقبل، ليش إحنا جيل الطيبين؟ هل القصد منا أنه إحنا ناس نحمل نوع من الطيبة، ولا الطيب الباقي من جيلنا؟ لأنه هالجيل هواي راح من عنده، ما أريد أحولها إلى تراجيديا ودراما، بس أريد أنا وياكم بداية نروح إلى أول تقرير حتى نشوف هو الأجيال هذه شنو سموها والجيل الجاي شنو راح يسموه. خلينا نروح بهذا التقرير إذا يكون جاهز وأرجع وياكم حتى أبلش بالحلقة. يلا. مهما تغير الزمان والأيام ما عاد لها عنوان، تبقى الموسيقى والأغاني هي الذكرى الوحيدة اللي ترجعنا للعمر المضى. جيل ماسي. أتمنى لو أنساك وأنت روحي وياك وانضاعت يبقى فداك لو تنساني. يوم وليلة يوم وليلة خدنا حلاوة الحب. وجيل يسموه اليوم الجيل الذهبي وهالنيال من ينتمي له. الحمد لله على السلامة. خاف من جرة الحبل، خاف من جرة الحبل. الولادة لا لا مش ده، يبقى الودة ولا 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 ده. الولادة لا لا مش ده، يبقى الودة ولا 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 ده. وجيل اليوم ما تعرف ايش راح يطلقون عليه. تدق جبال اسويها، شيوخ كبار امشيها، على بيت اوديها وخطبه. الجواب راح أتركه لكم وللزمن، يا ترى شنو راح يكون اسمه؟ أريد أقول لك أنا قافل عليك وعروسة، بس قبل لا أقول شغلة أريد أقول أنتوا شو راح يسموكم اللي قاعدين بالاستوديو هالشباب؟ كلهم سمعوها للأغنية وتشوف الرقص اللي صار عندهم هنا مو طبيعي، ما أعرف شو راح يسموكم أنتوا أي جيل بالضبط. أحب أقول إنه أرقام الهواتف أسفل الشاشة، اللي يحب يتصل وياي هسه بالبرنامج الأرقام راح تبين عندكم بأسفل الشاشة، اتصلوا بيا حتى ناخذ إحنا وياكم ونعيش شوية مراحل من حياتكم أنتوا تحبون تشاركونا إياها، وإحنا أيضا راح نشارككم هواي أشياء. طبعا قالوا لي بأول حلقة راح تخلي وياك ضيف عمر ولا راح تكون لا؟ قلت لهم لا، هي بالأول كان إيه نعم من أول حلقة ضيف، بعدين قلت شلون من أول حلقة ضيف؟ لا، أريد أني أول حلقة
تكون هي تعريف حتى تعرفون انه هذا البرنامج احنا ما جايين نحط به الاغاني القديمه ونسكت، لا احنا رح نرجع وياكم الى هواي تفاصيل وهواي ذكريات، يعني مشاهد تمثيليه، يمكن رسوم متحركه، مواقف، اشياء كانت موجوده عندنا بالبيت وفقدناها، مثل هذا الاختراع اللي اليوم كانوا بده يحكون عنه في بابل تشات، وكانت حلقه حلوه صراحه. نفسها هي هاي، احنا قبل ايش قد كنا نستعمل هذا الشيء ونتونس بيه همينا وننتظر. راح اذكركم بشغله بهذا التليفون، ايش قد منكم كان عندهم ناس برا بالغربه، نقعد الليل كله 1-0-5، من يتذكر 1-0-5؟ 1-0-5، نقعد ربع ساعة احنا دا ننتظر حتى ناخذ الرد من عندهم ويطلبون الرقم، واخر شيء المكالمة مدتها 5 دقائق، تنتظر ربع ساعة والمكالمة 5 دقائق، واليوم تليفون بايدنا بكبسة زر نحكي براحتنا وش قد ما نريد همينا. شنو الذكريات اللي كانت هي اصلا مرافقة لنا وليش بعدها لليوم هي عايشة ويانا؟ عندنا اتصال؟ أبدأ أرجع وأذكر، الأرقام موجودة بأسفل الشاشة تبين هي سوياكم حتى تشاركوني بالاتصالات. أكيد الذكريات اللي ما أعرف هي ليش إحنا اليوم نقول دائما إنه هاي الذكرى كانت حلوة، ليش هي الحياة اليوم مو حلوة اللي إحنا دا نعيشها وماشيين بيها؟ شنو يعني كلمة ذكرى؟ ذكرت شغلة، شنو يعني كلمة كوما؟ هي نفس الشيء، هاي الإجابة مالتها ضايعة وهاي الإجابة مالتها ضايعة، بس الحقيقة الوحيدة إحنا اللي موجودين، إحنا اللي باقين، وإحنا اللي راح تظل سيرتنا ماشية مثل ما مشوا قبلنا. على العموم جيل الثمانينات الطيبين، الأغاني عندنا هسه جيل اليوم يقولون أنتم شلون كنتوا ترقصون على هاي الأغاني؟ وبربكم يا أغاني الرقص عليها؟ زين هي هاي الأغنية كان إلها معنى؟ إي كان إلها معنى. المعنى مال قبل أحلى من اليوم بهواية بهواية. طبعاً الرأي إلكم راح يكون، أنتوا الجيل اللي أنا دا أسأل عنه ودا أقول أنتوا شو راح يسموكم، تقدرون تتفاعلون ويانا أصلاً بهذا الموضوع، وكل واحد يكتب الشغلة أو شي يسمي روحه هو أي جيل اليوم راح يكون. انطوني هالتسميات من خلال أكيد السوشيال ميديا، تقدرون تفوتون تحطون هاشتاج اون هوا وبصفها تحطون الكلمة اللي أنتوا دا تريدوها، وهذا جدا مهم لأن من خلالكم إحنا رح نعرف هذا الموضوع. البنات قبل والشباب الفنان الطاق عندهم حيل حيل، شوف أنا دحشو وياكم بأي لسان؟ بلساننا الشبابي، ما نريد نكون رسمين، خلينا نطلع من هذا الجو، أريد أكون أنا وياكم عادي يعني نسولف براحة ماكو تقيد. قبل كان عاد العقلة إذا غنى هز الدنيا ورقص العالم كلها وما بقى أحد قاعد. شنو رأيكم قبلنا نحكي عن عادل عقلة شويونا، نشوف إذا جاهز ويا الشباب أغنية لعادل عقلة. رغم أحب أقول شغلة إنه نعتذر عن المواد اللي يكون الكواليتي بيها شويونا ضعيف، لأن أنتم تعرفون بهذيك الفترة المواد مو مثل اليوم، ما كان أكو هذيك التقنيات اوكي الاتش دي وغير والفور كي اللي هسه موجود، هذا كله ما كان موجود. فنعتذر من عندكم اذا كان شويه الفيديو، بس انتم راح تتونسون على المشاهد والاغاني والمقاطع اللي راح نخليها والاشياء اللي راح تشوفوها اليوم وكل حلقه ان شاء الله. خلينا نشوف عادل عقلة يا اغنيه، خلينا نشوف هم ايش اختاروا لنا بالكنترول، سمعونا وشوفونا. اسمعها منا ولا تدخل عليا،
حبيبي فيها تعبي كل لهيبي قول احبك يا حبيبي فيها تعبي كل لهيبي جاي ورد اسمعها منك ولا تدخل علي شوق ورد اسمعها منك ولا تدخل علي صغر سني ولك وحدك بس أغني لعظمها وريح قلبك نظرة عيونك يا مني ولا حبها صغر سني ولك وحدك بس أغني لعظمها وريح قلبك قول لا تبخل علي قول لا تبخل علي قول لا تبخل علي جاي ورد اسمعها منك ويا سمعوها إلي ويا سمعوها إلي واني ورد اسمعها منك تدخل علي قول لا تدخل علي جاي ورد اسمعها منك ويا سمعوها إلي ويا سمعوها إلي قلبي بس يسمعها منك قولها بلا مستحى هدي قلبي وريحها حبنا وردا فتحها سقيها من نار الحب بس قولها بلا مستحى هدي قلبي وريحها حبنا وردا فتحها يا من نهران حبك قول لا تبخل علي 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 جا ورد اسمعها منك قول لا تبخل علي قول لا تبخل علي سمعتوا؟ سمعتوها وشفتوها. على فكرة أكو هواي أشياء إحنا ما عرضنا لكم إياها بالفترة الماضية بس هسه رح نبلش نعرض لكم إياها. يعني تقولون بعد شنو عندهم رح يطلعون؟ لا عندنا بعد هواي رح يطلع أشياء هواي ما تتخيلوها شقد. بس إحنا حريصين أنه كل حلقة رح نذب لكم كم شغلة حتى تشوفوها وتتونسون عليها. كم واحد منكم هسه قال الله صار شقد ما شايف هاي الأغنية؟ ما أعرف ليش إحنا ننساها ويمكن إحنا أصلاً ما ناسيها بس الحياة شوية خلتنا ننسى بعض الأمور. أرجع وأذكركم بأرقام الهواتف اللي موجودة بأسفل الشاشة لكل اللي حابين يتصلون. طبعاً تحياتي لكل الأشخاص اللي كانوا وياي على طول حتى يعني يساعدوني بهواي أشياء يمكن راح تشوفوها بالحلقات الجاية. همي أنا ما أريد أحرق كل شيء اليوم صح قلت لكم خلينا نبلش بس لا شوية شوية هي راح تجيكم الأرقام مبينة بأسفل الشاشة وأكيد الحلقة أيضا منقولة على الفيسبوك موجودة هسه والكل قاعد يشوفنا بكل العالم وهذا الحلو ببابلون إنه الحلقات اللايف كلها دا تطلع مباشرة لكل العالم مدى نكون بس إحنا مثل ما يقولون ها والله على قمر نايلسات موجودين وشفناكم وما شفناكم لا احنا خليناها حتى كل العالم يشوفنا احنا دا نكون قناة بلا حدود بالتواجد وين ما تريدون احنا موجودين وياكم وان شاء الله وجودنا راح يخلي عندكم اثر على طول وعينكم علينا على طول واكيد تشوفون انتم ها هذا قدامي هذا السوشيال ميديا كلها مبين تواصلوا انتم ويانا على طول واكيد اكيد اكيد احنا منتظرين اقتراحاتكم لأنه نحب أنه نأخذ أيضا من عندكم ونتشاور إحنا وياكم يعني ما يكون قرار بس إنه لأن أنتوا هو الأساس طبعا على العموم خليني أوخر هذا حتى همي أنا أخذ راحتي شوي وده. تذكرون قبل أكو ألعاب إذا شفتوا طبعا منكم هسه رح يقول البرومو مات البرنامج أو المقدمة مات البرنامج شنو الفكرة من عندها أنتوا قرأتوا أسماء وشفتوا أشياء شفتوا كرتون شفتوا فوازير شفتوا فيلم شفتوا أغنية هذا هو الشيء اللي مشى ويا حياتنا واللي احنا ربطنا به أصلا وهواية أمور ثانية رح يكون عندنا حلقات مخصصة فقط للألعاب القديمة
تعرفون شقد رح نكون احنا متونسين بهذه الالعاب، خصوصا انه انتم اللي رح تشاركوني بهذه الالعاب، لان انا يمكن مو كل شيء رح اكون عارف، بس رح يكون من خلال اتصالاتكم انتم رح تقولوا لي عمر اكو فلان لعبه ويانا اتصال. خلينا نشوف من ويانا. منار، منار، الو مساء الخير منار. منار وياي على الهواء. منار تسمعيني يا منار؟ طيب انقطع الاتصال، يا ريت انه منار ترجعين وتعودين الاتصال مره ثانيه حتى تلحقين علينا، همينا بنفس الوقت بدي اشوف منار شلون هي بدها تتواصل هسه وشنو الموضوع اللي تريد تحكي وياي به. قرأت كلمة الحبكية والحب في بغداد، هاشتاج الحب في بغداد بالبرومو أو هاشتاج الحبكية. ليش قلنا إحنا الحبكية؟ شنو الفكرة إنه دا نقول إحنا الحبكية؟ يا عمي حتى الحب كان إلى غير نكهة وغير فكرة. دا نتناقش قبل كم يوم العالم الذب هواي مبالغ اليوم على الأعراس وإحنا نقول بزخ أو بذخ، إنه هواي هواي دا نذب فلوس وآخر شيء نطلع فقط ناخذ تعليقات وللأسف الأغلبية تكون سلبية وقذل. أشياء بسيطة يسووها بالبيت يفرحون بيها الكل، يتونسون عليها الكل. رح أشوف اتصال وياي ثاني ونرجع نكمل هذا الموضوع. عمار، عمار مساء الخير. عمار ألو، عمار تسمعني؟ عمار مساء الخير. هلا حبيبي شلون صحتك؟ الو وياك اسمعك عموري. مساء الخير. هلا والله، هلا بعمار. عمار حبيبي بس اسمعك من التلفزيون. نصيلي صوت التلفزيون هيجي هيجي هيجي، قفله للاخر واسمعني من التليفون مالتك لان حتى يكون الصوت اوضح لي ولك. اوكي عموري من وين بدك تحكي وياي؟ عمار، عمار بعدك انت وياي على الهواء. على فكره التلفزيون بغرفه واني بغرفه، يعني بشوف بالمفاجاه بالموضوع. طيب اوكي مو مشكله، سولف لي عمار انت من وين قاعد تحكي وياي؟ من اي منطقه؟ ما اسمعك. اسمعني شوف الليفسنج مالتي، من وين قاعد تتصل يا عمار؟ من وين تخابرنا؟ للاسف اعتقد ان انقطع الاتصال ويا عمار ولا لا؟ طيب بس لو سمحتوا اذا ممكن حتى ما نخسر المكالمه هيجي وما نستفاد احنا وياكم من اخباركم وسوالفكم وذكرياتكم، حاولوا تكونون بمكان بعيدين عن التلفزيون، واذا مقابل التلفزيون تنصون الصوت للاخر لانه راح يصير اكو صدى، لا انتم تسمعوني بلحظتها ولا انا راح اقدر اسمعكم بنفس الوقت. وارجع واقول الارقام تبين باسفل الشاشه اليوم، لان اول حلقه اللي ما راح يلحق علي اليوم راح يلحق علي بعد باكر بالحلقه ان شاء الله، لان حلقتها بعد باكر راح تكون هي الأولى برأيي. اليوم احنا دا نعرف، بعد باكر رح ننطلق بالأشياء. مختار لكم موضوع حلو لطيفة أعتقد. اتصال يلا. ألو طار التليفون. ألو مرحبا. ألو بلكي هيجي أحسن، تفضل. ألو من وياي؟ هلا حبيبي مرحبتين. مرحبا عمر. هلا حبيبي مرحبتين، من وياي؟ معك أحمد من كركوك. أحمد من كركوك، حياك الله يا أحمد، شلونك حمودي؟ الله يخليك شكرا. الله يخليك مشكور. خليني اخلي قول يا حمودي. اولا مبروك التلفزيون الجديد. يبارك بعمرك، يبارك بعمرك يا غالي. الله يسلمك. وذكرتنا بايام القديمه. ايش تعني لك هذه الايام؟ اول ما طلع الاغنيه يعني ذكرت اغنيه مال عمرو دياب. عمرو دياب اي اغنيه تذكرت؟ اي والله ذكرتني ايام قديمه. طيب هذه الايام انت وين كنت؟ يعني كنت بالجامعه ولا بالمدرسه وشنو تعني لك هذه الاشياء؟ والله كنت بالخامس الابتدائي. خامس ابتدائي؟ اي والله، ولما حكيت على افلام كارتون ذكرتني بالعلي بابا ونيل. ذكرتك اني كشكلا ولا كموضوع؟ يعني انا بعيد عن هذا الموضوع اكيد. طيب انت انقطع الاتصال، اعتقد احمد من كركوك انقطع ويا الاتصال، بس انا فرحان انه احنا باول حلقه وبدنا ناخذ هالاتصالات ومنتظر بعد منكم الاتصالات اكثر، لانه ثلاث ارقام هي موجوده لخدمتكم، ممكن تتصلون باي وقت تحبون وتشاركون ويانا بالبرنامج. ولا تنسون التفاعل ويانا من خلال السوشيال ميديا. راح نروح الى فاصل صغير وراجعين لكم من جديد. موسيقى
طعم الطماطه. شوفوا احنا وين طعم الطماطه كان قبل غير. اشو هسه هواي نسمع هاي الكلمه، حتى يقول لك انه الرقيه بس يجي تسوي لها ريحتها تفوح. طب حتى الاكل صار ما عاد له طعم يعني ولا اي شيء. بس احنا نرجع واحنا نرجع هذا الطعم ونمشي بيه. على فكره انا وياكم ايضا متفاعل وقاعد همين بدي اشوفكم من هنا، بدي اتواصل وياكم بدي اتفرج عليكم من هنا، كتاباتكم اللي تدخلوها وتفاعلكم ويانا هذا الشيء همين جدا حابه، لانه بدنا ناخذ الاشياء الحلوه من عندكم وشويه شويه بدنا نتقرب لكم اكثر واكثر، وراح نصير وياكم اكثر واكثر ان شاء الله. جيل الثمانينات جيل الطيبين، هلا والله هلا بالزين. جيل الثمانينات يعني حية ودرج، جيل الثمانينات يعني سبع سيفونات، جيل الثمانينات يعني بلبلحة. مصورين ذكروني انتم شنو بعد جيل الثمانينات؟ دعابل دي شوفوا دي اسمع، والكل هنا هم يعني دي يسولفون ويانا لان كلياتنا مكان واحد نسولف. شنو قل لي بسام؟ ها اوكي هو ده يقول لي كاسيت، يمكن طبعا كاسيت المسجل، فيلم الفيديو. وتذكرون اذا انقطع فيلم الفيديو شو نسوي او كاسيت المسجل؟ على السريع صبغ الاظافر موجود، الزق الزق وخليه يقعد انفخ عليه وخليه بالسياره، راح ما يتسجل عليه حط له لاصق. وش قد كنا نسوي احنا اشياء يعني. هاي اليوم كل شيء سهل ده يصير بالحياه ونقول عليه صعب. اتصال ترنك مصر. الو الو ايوه ايوه نعم مرحبا. هلا والله. هلا وسهلا الاخ العزيز. هلا عيوني، هلا ابويا، يا هلا مرحبا. من وياي؟ ابو رويده. ابو رويده من اربيل. هلا بابو رويده، حياك الله انت وكل اهل اربيل. هلا وسهلا الاخ العزيز. هلا عزيزي، تفضل يا ابو رويده. ابو رويده نصي صوت التلفزيون شويه. تسمعني من التليفون لو سمحت ابو رويده؟ نعم نعم يا هلا وسهلا، نعم نعم. قول حبيبي وياك احنا. تفضل. نعم. اون هوا اون هوا انت قول. نعم الله ينعم عليك ان شاء الله بحالك. بدي اسمعك حبيبي بدي اسمع. نعم ما عرفت هو شنو برنامجكم. اوكي طيب انت ما عرفت شنو البرنامج، بس اللي حبيته من عندك انه تابعت الارقام جوا ودقيت. شلون ما كنت متابع؟ والله والله ما كهرب ما عدنا اشوف الجيت كهرباء. اوكي انت ايش قد عمرك ابو رويده؟ والله انا مواليد 71 العمر كله. العمر كله انت مواليد 71 ابو رويده. نعم. شنو تسمع اغاني قديمه؟ شنو تسمع اغاني قديمه ابو رويده؟ انا كهربائي. اي اوكي كهربائي على راسي انت وكل المهن، بس سولفني. نعم. انت مواليد 71 يعني كنز. اي والله ابو رويده شو انت مخربها علينا لعدل الكهرباء؟ شو كهرباء اذا تقولي ما عندي كهرباء؟ هاي شلون نجار وبابا مخلوع؟ لا تدري شنو انا قول ماكو كهرباء ما عندي كهرباء. اي والله عاشت ايدك عاشت ايدك ابو رويده. نعم. ابو رويده سولف لي انت مواليد 71 صح؟ نعم. زين مواليد 71 انتو كان عندكم الحب الى معاني تختلف عن اليوم، شنو الاغاني اللي كانت تربطك بالحب بذاك الوقت؟ شنو هي الأغنية اللي تعني لك؟ شنو تسمع من كنت تحب؟ لما وقعت بالحب ايش كنت تسمع يا رب؟ والله أنا أحب هوايا هوايا أم كلثوم كوكب الشرق. هو أكيد أم كلثوم. نعم. كوكب كوكب الشرق. أها وبعد شنو؟ كوكب الدنيا كلها كوكب الدنيا وعبد الحليم حافظ الله يرحمهم. الله يرحمهم الله يرحمهم طبعا هذول عمالقة. أنت إنسان نعم. عندك ذوق راقي هاي ما نقدر نحكي بيها بعد، اثنين ما يتناقشون بيها، انت ذوقك راقي يعني دا تجيب العندليب وكوكب الشرق، خلاص. نعم. يعني انت دا تحكي عن اهرام اثنين، شلون بعد نقدر نناقشك وبشنو؟ واكيد نعم. اقول لك ما نقدر نناقشك بعد لانه انت الاساس يعني دا تنطيني اعمدة فن، وانت تستاهل. نعم. من عندنا اغنية راح نهديك اياها همينا اليوم ان شاء الله. نعم ان شاء الله. تمام؟ شكرا. نعم. لك ابو رويده شكرا وخليك دائما متواصل. تحياتي لقناتكم تحياتي لقناتكم. شكرا شكرا حبيبي شكرا شكرا. طبعا اني كنت محضر شيء بس هسه اريد اطلب من الشباب يحضروا لي فد اغنيه هي اسمها طير الحمام، لانه هاي من الاغاني الكلاسيكيه اللي اني اريد اهديها لابو رويده. ان شاء الله تكون موجوده ويا شباب، بس اكيد راح ناخذ مقطع من عندها شويه نسوي هيك هم بين الشباب. خلينا نشوف طير الحمام ورضا الخياط، خلينا نشوفها سوا. Thank you.
طيب قبل لا تبلش الأغنية وياي اتصال ضروري، ما أريد أخلي أحد ينتظر. مساء الخير. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، من وياي؟ فيصل. وياك فيصل حبيبي من الفلوجة. فيصل، حيا الله فيصل وكل أهل الفلوجة، حياك الله حبيبي. حبيبي كيف صحة شلونك؟ أنا بخير إذا أنت بخير. والله أنا مو كلش يعني قديم يعني. لا لا احنا ما لنا دخل، مو كلش قديم بس انت قبل اقول لي انت اي مواليد بالضبط؟ انا مواليد 90. مواليد 90؟ لا يعني تمام، تمون. تمون من الربع يعني، من الربع. تمون مو مشكله. حبيبي سولف لي قل لي شنو عندك اليوم، شو تريد تحكي لي، عن شنو بالضبط ذكرياتك بشنو بالضبط؟ والله احكي لك قبل عن ايام المدرسه والالعاب من كنا نلعبها من كنا صغار كلش بالابتدائيه. شنو تلعب؟ بيش كنت شالع قلب اهلك؟ سولف لي. والله بالطابه يعني كره القدم كنا كلش هاي يعني. شوف اكو انتم عندكم بالفلوجه، شوف كل منطقه اكو عندها العاب معينه هي تشتهر بيها. انتم بالفلوجه باي لعبه مشتهرين؟ شنو اللعبه اللي تشتهرون بها؟ كرة القدم أكثر شيء يعني، بالأحياء بالشوارع هيك أنا نلعب يعني شنة كلش. هاي ما عندكم لعبة خاصة بكم تقليدية يعني فد؟ لا ما أكو، بس هي كل الألعاب يعني الموجودة بالعراق شنة كلها نلعبها، مثلا هذا الدعب والإذا تعرفوا أنت. حلو زين تمام. الطوبة كنت تلعبها أنت ومتونس فيها. الكارتونات اللي انت تاثرت بيها طبعا هذاك الجيل، اذا انت تلعب طوبه معناته من يطلع كابتن ماجد قبل تروح للبيت صح؟ كان انقطع الاتصال وياك. اتصال ثاني من الجزائر. الو لانيا. الو الو لانيا. اي اهلا. يا هلا يا هلا. هلا لانيا من الجزائر. من وين لانيا؟ لانيا الو لانيا تسمعيني؟ كيف احوالك انت؟ تمام لانيا؟ يا لانيا بعدك معنا؟ لانيا من الجزائر. الو واو، نحن اليوم مبلشين يعني بالجزائر. اتصال ثالث راح ناخذ. الو الو فيصل. وياك حبيبي. هلا فيصل. هلا والله، وين رحت؟ وين رحت؟ والله انتظرك، بس انت عبالي عندي غير اتصال. انتظرك؟ لا والله انا بعدني قاعد بمكاني ما تغيرت، وكنت وياك على الخط وتطفرت من يمي. سولف لي. انا من مكاني. اي قل لي. اي بدي اقول لك انت كنت تتفرج حتى كابتن ماجد، يعني تركض تروح تشوف كابتن ماجد ورررر. صح ولا؟ ايوه كابتن ماجد، واحاول انه اقلد الحركات اللي يسويها، وهاي من يطير وهاي السوالف. لا عاد هيجي راح نختلف انا وياك، تقلد الحركات هذاك يطير، انت شلون تطير؟ لا احاول انه اتمنى انه اسويها يعني، ولا ما اسويها يعني. ودعت عيونك لو انا بذاك الوقت كنت العب طوبه ما كان هذا اليوم حالي وهالمتن، كان صرت رفيع. ايه يعني كنا حتى باللعبات كنا نشوف هاي كاس العالم 98 يقولون يزعون التيشيرت، وهي يعني اهم شيء نهيك بالمنطقه نسوي نزعن التيشيرت ونكيف كلش. حلو. ايه فيصل اريد اقول لك شغله واحده هسه. احنا طالعين ببرنامج صح؟ اي نعم. ماكو كلفه بيني وبينك، احنا نتمنى من عندكم فيصل، اتمنى من عندكم انه نظل كلنا مع بعض ودا تتواصلون ويانا وعينكم علينا، لان مثل ما دا تشوف انه قناتنا لما نقول احنا الاولى عراقيا، لانه حابين نطلع وطلعنا بشيء مختلف، وحابين نكون وياكم على بساط احمدي مثل ما يقولون صح؟ اقول لك هيك مو بس صار لكم فتره تطلعون هاي الاغاني القديمه كل اسبوع، انا متابعكم يعني والله صار لي فتره اتابع هاي القناه ودا اتابع كل الاغاني. والنبي شنو اكثر اغنيه كنت تنتظرها تطلع؟ والله مال عمرو دياب مال حبيبي يا نور العين. شوف والله بعد باكر الحلقه راح تكون بها اغنيه حبيبي يا نور العين لك انت. تمام اشكرك. تمام اشكرك حبيبي. حبيبي انت حبيبي. شكرا لك كل الهلا حبيبي. طبعا تحياتي لكل اللي قاعدين دا يحضرونا من الشمال الى الجنوب، يعني من زاخو الى البصره والفاو، وفوت بكل المناطق كلها كلها كلها. ابو نرمين حياك الله. الله حياك الله اخويا، شلونكم؟ هلا 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 ابو نرمين، من وين قاعد تحاكيني؟ من دوق. من دوق على راسي انت وكل اهل دوق. حياك الله حبيبي. تسلم اخويا تسلم اخويا، والله ذكرتونا بايام القديمه كنا نعيش يعني كلش، العراقي كلنا كنا واحد، ارض واحد، وطن واحد. ابو نرمين انت من اي مواليد حبيبي؟
مواليد 89 اخويا. 89؟ نعم. العمر كله ان شاء الله حبيبي. 89 انت يعني بعدك تعرف انه بعدك بربيع العمر مثل ما يقولون، بعدك شاب. ليش حسستني انه انت تعبان وده تقول لي انه احنا وهذيك الايام الحلوه؟ الايام والله كلها حلوه. احنا مواطنين كنا نعرف ايش اكو يعني طفوله، لحظات الطفوله ما ينسى. عافيه عليك. وهذا القناه ذكرني من كنا صغار يعني شملنا كلنا كنا واحد. مواقف كلها صح، اكو اشياء تذكرنا تخلينا هيك نضل صافنين نقول صدق كذب، يعني احنا كان همنا وقهرنا الوحيد هو جنطه على ظهرنا نشيلها ونروح للمدرسه، واليوم طلعت هاي جنطه لا شيء. ابو نرمين شنو اكثر الاغاني تعجبك؟ شنو اكثر اغنيه تعجبك؟ اكثر اغاني عجبني حبيب علي وحاتم العراقي. حبيب علي وحاتم العراقي، ان شاء الله بالحلقه القادمه يكون لك منها نصيب. حاتم العراقي انا اللي على راسي. على راسي حبيبي. تدلل تدلل حبيبي. تسلم على البرنامج الحلو، تسلمون على القناة الحلوة. يا حبيبي أشكرك، هاي عيونكم الحلوة يا غالي. تسلم تسلم، شكرا لك عزيزي. شكرا شكرا أبو نرمين. ويانا اتصال دريد. حبيبي هلا والله. حبيبي عمور الشام غالي. كل الهلا كل الهلا يا غالي. حبيبي أهنيك أهنيك على هذا البرنامج في دول جنبك. متونس علي دريد يعني. حبيبي عموري يعني برنامج يعني منفرد، ايش قد عندنا قنوات فضائيه. نعم. يعني ما فكروا هيك شيء يطلعوا هيك شيء برنامج، يعني يعني هذا برنامج انا يعني انا اشوفه تربوي اكثر من انه بس ملي فراغ. وهذه صح لسانك. تعليمي يعلم يعلم على الذوق، يعلم على الصح، على الخط الصحيح يعني. زين زين بس دريد دريد تسمعني صح؟ اي حبيبي. قبل كل هذا انا بس عرفت انه انت دريد، بس قل لي دريد انت من وين قاعد تحكي وياي؟ من بغداد حبيبي. وش قد عمرك؟ اني لا لا انا عتيق. لا هو دائما يقول لك العتيق يعني يجدد نفسه، لا تقول لي عتيق، انت اي مواليد؟ اعطيني مواليد يلا، لا تقول لي رقم. 75 مواليد. العمر كله بعدك شنو يعني بيني وبينك كنا كم سنه؟ دريد شنو الاغاني اللي تسمعها انت شو تحب؟ والله حبيبي احب اني يعني متربي على صلاح عبد الغفور ومحمود انور. الله صلاح عبد الغفور. أيوة. الله يرحمه ومحمود انور. حلو. اعلم صلاح عبد الغفور ومحمود انور يعني هذول تقريبا صاحبوره يعني من اللي احنا وعينا 83 84 هذول اللي كانوا على الساحه. شنو اكثر اغنيه تعتبرها هي الهيت لصلاح عبد الغفور ولمحمود انور؟ اي اغنيه انت تقول اللي هن الافضل لهذول الاثنين؟ وحده بس مو اكثر، وحده. ها اي طبعا اكيد يعني صلاح عبد الغفور قصدك يا حبيبي. اوكي القمه يعني القمه. اي ويعني محمود انور، لا محمود انور كل اغانيه احبها يعني. ليش اقول لك؟ يمكن اقول لك لو اي لو لا افضل ساكت لا تحتار. باوع دريد راح اقول لك شغله، راح البي لك اني كل طلباتك وراح تشوف قريبا هاي الاغاني اللي انت قاعد تقولها. اني جدا تشرفت باتصالك واتمنى على طول تضل ويانا متواصل، لان تواصلكم هذا يضيف لنا اكثر ويفرحنا اكثر ويخلينا ناخذ ننطي اكثر. اوكي تحياتي لك يا دريد. شكرا يا حبيبي. شكرا. اتصال من الجزائر. الو الو هلا والله. وي هلا هلا لانيا، كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. لانيا انت تكلميني من الجزائر صح؟ ايه. من اي منطقة من الجزائر؟ من عين الضفلة. على راسي على راسي حبيبتي، نورتيني يا لانيا، نورتيني، ضيعتيني حتى بالاسم لان الاسم حلو وبلادكم حلوة بزاف بزاف بزاف. طيب خلينا نسولف يا لانيا. الله يسلمك، مرحبا بكم عندنا. يا حبيبتي طول لي عمرك، انت مبسوطه بالبرنامج حبيبتي؟ كثير متابعه بزاف. الله حلو. والمحطه صار شقد انت تتابعيها؟ متابعها بزاف، نحب الاغاني اللي فيها بزاف.
يا حبيبتي، هذا بس من ذوقكم انتم، واكيد الجزائريين من المعروف عنهم انه شعب ذويق وشعب مثقف فنيا وقريب جدا للعراقيين بشكل بمواقفه بشهامته بانسانيته. يعني اكو هواي اشياء تربطنا احنا كبلدين اشقاء طبعا اكيد. لانيا انت شنو الاغاني اللي تحبين تسمعيها على طول؟ اي فنان انت تحبين تسمعيه تقولين اني احب اسمع فلان لان لي ذاكره معاه؟ نحب عبد الحليم حافظ تاع اهواك. اوكي. اتمنى له انسك. طيب نحب نانسي عجرم. ايه يعني كل بدنا نولع الجو صح؟ ولا حجو. على راسي والله على راسي. طيب لانيا اذا طلبت انت تغني لي مقطع صغير من اهواك راح تغني لي؟ ما نعرفش بالضبط صح نغنيها لك. طب هي محاولة بسيطة، يعني نحن كلنا اصواتنا مو حلوة بس انه نحاول نسعد نفسنا شوية، اذا احنا غنينا نطلع هالطاقة الحلوة. اوكي. يلا قولي اهواك. اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك. هذا ما نعرف. والله صوتك حلو، والله صوتك حلو، احلى من صوتي. انت المفروض مغنية. انت المفروض مغنيه، المفروض انت يعني منافسه لنانسي، نقول منافسه لنانسي، ولا احنا نقول انه ايضا يعني المفروض انه تكونين الى صف فل عبابسه ومع الشاب خالد ومع اروع الفنانين الجزائريين اللي شفناهم. ندخل نغني عندكم. على راسي والله، على راسي، على راسي حبيبتي انت. الله يسلمك. اتمنى لك كل التوفيق والسعاده بحياتك، وخليكي دائما متواصله معنا، وسلامي خاص 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 لكل اهل الجزائر ان شاء الله. الله يسلمك يا حبيبتي. شكرا شكرا شكرا، وانا احبكم اكثر. شكرا عزيزتي، ثانك يو للاتصال. ام كاوة، ام كاوة، هلا والله. حبيبتي نورتيني. الو. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور على اموري، اهل الفرحه والسرور. انا بخير اذا انت بخير. عينك شلونك؟ انا بخير وزين وتمام وسعيد باتصالك اليوم يا ام كاوة. ام كاوة من المحبين للفن القديم. كلش جدا، لو حبيته اكثر من انت تقدمه من خلال اللي انا قاعد اقدمه بشكل راقي يا حبيبتي. الحمد لله. تعرفين ليش؟ لانه انتم راقين فبعدكم محافظين على هاي الاشياء الحلوه، فمن تشوفوها دا تزيدون من بريقها اكثر، لان هي تعكس لمعتكم انتم. ذهب انتم كلكم ذهب. انت كلش مميز يا جدا مميز، انت انسان رائع والله العظيم، بعيد عن المجامل يا حبيبتي. يا ام كاوة، ام كاوة راح انطيك اختيارين، انت تختارين واحد منهم، لانه انا اريد هسه اطلع باغنيه. نختار يم عيون حراقه فرقة ام علي، لو نختار لطيفة ارجوك وعد غير، شو تحبين يا وحدة بيهم؟ لا انت، لا طبعا لطيفة بس حتى لو انا احب الفن العراقي كله. الفن العراقي يعني، خليني اشوف الشباب شنو ويانا اغاني اليوم، خلينا نشوف همنا ننطج اوبشن ثاني ما يخالف، نشوف شنو اكو بعد. عندنا يم عيون حراقة، فإذا أنا راح أحط لك إياها لأن أنت ظاهر انقطع الاتصال ويا أم كاوة، وراح أطلع وياكم بأم عيون حراقة فرقة أم علي، ولأول مرة أيضا تطلع بالتلفزيون من بعد غياب أكثر من 30 سنة. نرجع نشوف يم عيون حراقة، يلا خلينا نشوف سويا إذا جاهزة. طالب حسن اتصال وياي. الو طالب، يا طالب حول. طالب حسن مساء الخير. طالب هل تسمعني؟ طيب ناخذ اتصال ثاني. الو مساء الخير.
ام يوسف. ايوه. يا هلا ومرحبا. مرحبا اخوي. من وين تتصلين بي يا ام يوسف؟ من بغداد. كل الهلا بيك وكل اهل بغداد يا ام يوسف. الله يخليك امريكا. يسلم عمرك يا غالي. رجعتونا على هالبرنامج الحلو. عيونك الحلوة، عجبتك الأغاني وعجبتك الفكرة اللي أيوة احنا طالعين بها اليوم؟ اي والله عاشت كلها ذكريات حلوة يا حبيبتي. طبعا أكيد ويا برنامجنا رح ويا برامج كل بابلون رح أيوة تكونون بعالم ثاني جديد. والله بعدنا راحة لبغداد من قبل ومن الذكريات الحلوة واللمة الحلوة. تسلمين تسلمين. أم يوسف أنت من أي مواليد؟ 76. 79؟ 76. العمر كله ان شاء الله، ان شاء الله العمر كله يا رب. عظمية انتم وياكم ذكريات ما تنسي. يعني احنا هذا الجيل انتم لعبتوا بينا طوبة، خليتوا فلوسنا كلها تروح وين عندكم على الكورنيش؟ ليش؟ شنو عندكم على الكورنيش بذاك الوقت؟ انت قولي. والله احلى قعدة، احلى قعدة واحلى والعبارات والبود والدي جي، صح؟ هاي كانت الايام الحلوه مثل ما يقولون. الايام الحلوه والله كنا نسام هناك على البحر. اريد الاسبوع الجاي لعظميه كلها تكون ويانا بالاتصالات، لانه صراحه انا افرح. شو تحبين تسمعين؟ شو تحبين تسمعين عاده؟ انا سمعت البرنامج هذا تذكرت الاغاني قبل مال علي العنساوي وقتها. اي اي حاتم عراقي. تمام تمام. محمود انوار هذا رح يكون وياكم إن شاء الله أحد ثلاثة. سعدون جابر. سعدون جابر أحد ثلاثة. شوفي أكو فد أغنية سعدون جابر كلش مشهورة كان يغنيها اسمها لا تصدق اللي يحجون، تعرفيها؟ الله لا تصدق اللي يحجون عنك وعني كلهم ترى يغارون منك منك ومني. الله عليك. هاي الأغنية منو غنتها؟ من بعد سعدون جابر غنتها عتاب، واني اليوم جايبها دا شوفكم عتاب شلون غنتها. وبالحلقة الجاية رح يكون سعدون، بس المشكلة أغنية سعدون الكواليتي مالتها شوية، بس هم رح نخليها هم رح نخليها حتى نذكركم بيها. هاي إهداء مني إلك والكل أهل العظمية، واني مشتهي الجيمر مالتكم عادين. يلا هاي مني إلك عزيزتي أم يوسف، أشكر اتصالك. كل الهلا كل الهلا عزيزتي، شكرا لاتصالك. يلا خلينا نشوف عتاب ولا تصدق اللي يحجون عنك وعني. كلهم ترى يغارون منك ومني منك ومني، لا تصدق اللي يحكون عنك وعني عنك وعني. كلهم ترى يغارون منك ومني منك ومني، لا تصدق اللي يحكون عنك وعني. كلهم والله يغارون منك ومني. عبد العزيز عبا عزيز. الو عبد العزيز هل تسمعني؟ اجب. هاي قبل كانت من واحد يريد يفيك يقول الو. الو عبد العزيز راح، وين راح عبد العزيز من ليبيا؟ لا يعني لازم ترجع تتصل بي لاني راح اكون بالله متكنتي هلبه يا راجل. ارجع اتصل فيني من جديد حبيبي. طالب حسن. طالب الو. نعم نعم. هلا والله طالب. ألو. شلونك؟ والله الف هلا. شلونك اخوي زين؟ حبيبي انت شلونك؟ تمام؟ الصحة الاحوال الامور الوضعية. اذا انت بخير اني بخير، ولما اسمع صوتك اكيد اكون بخير. اني بالف خير. اني من قضاء برد الرش وياك اخويا. حبيبي حبيبي انت من وين قاعد تخابرني؟ برد الرش؟ قضاء برد الرش. ايه قضاء برد الرش. حبيبي إيه. كل الهلا وكل اهل برد الرش. نورت. ألف هلا ألف أخويا، ألف هلا بهذا البرنامج الحلوة وياك حبيبي. إيه والله حبيبي. الله يحلي أيامك إن شاء الله دوم. بس قل لي طالب أخذتني يعني حاصل فاصل، بس قل لي أنت أي مواليد؟ أنا مواليد 64. والله 64 العمر كله إن شاء الله. إيه. بعدك يعني إيه جيل الطيبين. أنتم جيل الماسي جيل الذهب. إيه. ألف ألف هلا بيك أخويا. ألف هلا بيك. ألف هلا بيك. الله يرحبك بهذا البرنامج الحلو يا حبيب قلبي. إيه والله فديت. إيه عيونك والله. عيونك الحلوة. طالب شنو تحب أنت تسمع؟ شو تحب أنت تسمع؟ قل لي سولفني. أريد أحب سعدون جابر أغنية اللي مضيع ذهب. هذا الأغنية حلوة اللي مضيع ذهب. شوف راح اخليها والله يمي سعدون جابر، راح اكتبها عندي هنا انا على مود الحلقه الجايه. راح احط لك اياها يوم. اي والله سعدون جابر راح احط لك اياها هاي الاغنيه اللي مضيع ذهب.
ممنونين وياك بهذا البرنامج الحلو اخويا. صدق كذب يا معود تتدلل من عيوني حبيبي حبيبي طالب، كل الهلا فيك. شكرا لك ابو عزيز من ليبيا، لازم ترجع تتصل بينا لان اريد اعرف من وين قاعد تتصل بيا، من بنغازي ولا طرابلس براطه ولا مصراطه؟ لازم اخذ الالو من عندك حتى نسولف شوي احنا سوا او نهدرز مع بعض شويه، زوز اتصال ما ياثر عليك. تمام، على العموم ارجع واقول طبعا ما اعرف ايش قد باقي ويانا من الوقت شباب حتى اعرف. اوكي، فاذا بعد عندنا احنا وياكم 10 دقائق، الأرقام موجودة، يعني إحنا أول يوم وهيجي من الوطن العربي دا تجينا الاتصالات، يعني ما أقول إلا عاشت إيد كل شخص بذل مجهود ببابلون حتى تطلع بهالصورة الراقية وبهالمستوى الراقي بداية من البث التجريبي وصولا إلى اليوم واستمرارا إلى ما لا نهاية. أشكر كل فرد صراحة عمل على إنجاح وتطوير هذه القناة المميزة، تحياتي إلى الكادر فردا فردا. نقول مصغير للكبير للكبير أبو عماد. أبو عماد ألو، ترنك مصر، اديني ترنك مصر. ألو ألو أبو عماد، يا هلا وسهلا أخوي، أنت شلونك؟ هلا 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 والله، هلا والله أبو عماد، شلون صحتك؟ أهلا وسهلا، على رأسي أنت وعلى رأسي أكثر وأكثر حبيبي. أنت حبيبي فدوى لقلبك، من وين تخابرني أبو عماد؟ من أربيل حبيبي. أنت على رأسي أنت وكل أهل أربيل حبيبي. يا أهلا وسهلا، على رأسي أنت حبيبي، سالم راسك يا مواليد أبو عماد. نقول لك بس يريد على أغاني ميادة حناوي. ميادة حناوي من عيوني، وأكيد راح يا حبيبي، أنا بعشقك، أنا بعشقك من الآخر. أطك ياها صار تتدلل، راح أجيب لك ياها. أنت همي أنا من جيل الطيبين طبعا، لأنه لا. أنت دا تطلب ميادة الحناوي، ما قلت لي أنت أي مواليد أبو عماد. يا هلا وسهلا، انت على راسي، شو اسمك بالخير؟ والله اسمي عمر، عمروش. اسمي عمروش. يا هلا وسهلا عمر، يا على راسي انت. حبيبي سالم راسك، اشكرك. يا هلا وسهلا. تسلم. ها حبيبي قول. قول قول ابويا، قول شو تريد تسمع؟ اطلب. والله اريد بس اسمع الاغاني القديمة حبيبي. صار من عيوني، هاي قبل هاي تدلل. عدل العيون على راسي بس ميادة حناوي لا تنسافر. والله راح احط لك اياها ان شاء الله، راح نحط لك ميادة حناوي تتدلل. الله يعافيك، الله يعافي جهالك حبيبي. حبيبي الله يخليك، تسلم وشكرا لاتصالك عزيزي. يا ابو عماد شكرا شكرا حبيبي، شكرا لك. تحياتي الى نورا اللي قاعده تشوفنا وقاعده تدز مسجات، يعني دمرتيني انت، هسه راجع بعد شويه. الاغاني ويانا هوايه، بس اريد اشوف بعد همينا شنو بعد ويانا اغاني لطيفه اوعى تغير. وانغام لالي، انغام لا رح ناخذ انغام يمكن، او خلينا نشوف الشباب شو مجهزين. لطيفه، تذكرون قبل ايام العيد وكانه كان اكو تيب واحد يحطوا لنا اياه بالتلفزيون، ماشي علينا 4 سنين واحنا ما قايلين لا، 4 سنين واحنا نسمعها وكانه لاول مره دا يحطوها، ونرقص ونفرح ونعيدها ونحطها بعرس وبسيارة وفي كل مكان نسمعها. لطيفة تونسية، أرجوك وعد غير، خلنا نسمعها سوا. قبل لا اخذ الاتصال واقول الو، هو من لا خليني اقول المانيا. الو هلا والله، مرحبتين يا هلا. نازا من المانيا. نازا يا هلا بنازا، شلون صحتك؟ زين الحمد لله، الف مبروك على شكرا على الفضائيه والبرنامج. شكرا يا نازا، هذا بس من ذوقك الراقي عزيزتي، انت تسلمين كل الذوق يا نازا. انت اي مواليد اول شيء؟ 90. العمر كله ان شاء الله. نازا انت من مواليد 90، شنو اكثر الاغاني اللي تستمعين لها؟ تسمعين الاغاني الجديده مالها اليوم لو تسمعين مال شويه لي ورا، ما اريد نقول هو حتى من الكبار. لا القديمه جديده بس اسمع الجديده بس القديمه احلى طبعا، لها نكهه غير شكل. بس مثل شنو القديم اللي تسمعيه؟ خلينا نشوف اذا نشبه بعض شويه. نجوى. شنو نجوى؟
نجوى كرم. اوكي. نوال الزغبي وائل. يعني انت من جماعه ال 90 100%، يعني تاخذين من 94 وانت صاعده. صح؟ اي. راح احط لك الاسبوع الجاي ان شاء الله وبالحلقات القادمه اكيد اغاني راح نذكركم بها، احنا ما عرضناها وما اريد اطول عليك هواي من المانيا. تحياتي لك ولعائلتك الكريمه بالمانيا ولكل الناس. شكرا لاتصالك نازر. اميره. الو. نعم. اميره حبي انا سعاد حسني. مساء الخير. مساء الخير. هلا والله. من وين يا اميره؟ اخابر من اربيل. على راسي انت وكل اهل اربيل عزيزتي. اهلا وسهلا. تسلم تسلم. ايش قد مواليدك؟ 79. اي القهوه يخبر اقول ايش قد مواليدك، ما اطلع لكم جناسي ولا جوازات، بس هذا سؤال جدا مهم اليوم اسالكم. صحيح صحيح. لازم 79، يعني انت جيل الطيبين الثقيل. اي نعم. تمام. يعني علبه تايد سومر محطوطه بالمخزن ما ادري ليش، ليه هسه اكو ناس محتفظه بيها والجيجاير والدنيا هاي لن تتكرر. سولفي لي شنو تسمعين يا اميره؟ والله احب اسمع من الشاعر غزال ما يفيدونا. اها حلو. انت من عشاق القيصر كاظم الساهر، تحياتنا اكيد له. اي اي كاظم الساهر. حلو حلو. تأمرينا امر وتدللين يا اميره. اكيد 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 راح يكون ويانا كاظم ان شاء الله. تحياتي لك ولكل اهل اربيل، وسعيد جدا بمشاركتكم الراقيه هذه. مبروك على هذه. تسلم. حلقات حلوه. تسلم. يبارك بعمرك. يبارك بعمرك. الله يسلمك. شكرا. شكرا شكرا جزيلا. ايضا ويانا اتصال ما شاء الله ابو ارام. الو مرحبا. مساء الخير. مرحبتين ومساءك فل وعسل. الف الف مبروك على افتتاح القناه. يبارك بعمرك. يبارك بعمرك يا حبيبي. يبارك بعمرك. هذا بس من دوحه. اهلا بك. اهلا وسهلا. تفضل حبيبي يا ابو ارام. والله ايش اقول لك؟ قول طلع اللي خلاك تخابرني. طلع بسرعه احكي لي سولف لي كتلي اللي عندك. والله شغل فنان كاظم الساهر. اي كاظم الساهر. عبرت الشط وغزال ويا العزيز والتلدغ الحيبيدة وميسور الحال. بس اريد اسالك سؤال ابو ارام. ليش احنا اليوم بس نقول هذه الاغاني؟ لما نقول القيصر كاظم الساهر كنا نرجع الى اغاني التسعينات والثمانينات، يعني اغلب اللي يتصلون ده يقول لي مثلا غزال، وكل العالم اللي كنا نحكي هذيك الفتره يقولون الله لو تعيدون هاي الاغاني القديمه مالت كاظم. ليش؟ شنو السر؟ شنو السر بهاي الاغاني؟ والله فنان كبير و اوكي كلمات واضحه وكلها قويه وجميله و... كبير انت، ما اقول لك غير هاي الكلمه. ابو ارام انت كبير روح. انت كبير. بما انه انت تسمع هاي الاغاني راح نهديك احنا اغنيه ايضا ان شاء الله تنال اعجابك. بس ما كنتوا تطلعون قصه التجريبي، ما كنتوا تطلعون اغاني كامله. ليش؟ والله شو ما خلي عندنا كانت تلتلدغ حيبيد. ما اريد اعدد الا هوايه، بس يمكن الاوقات تتفاوت ويا الاوقات اللي انت تشوفها. على العموم اوعدك ان شاء الله بالحلقه القادمه راح يكون ويا كاظم الساهر لعيونك انت. شكرا ايدها يمي. عبد العزيز ليبيا. الو. والله للاسف يا راجل اني هلبه متكنتي منك يا راجل، علاش سكت التليفون بفجهي؟ ليش؟ قول لي. هلا والله عبد العزيز شلونك؟ شلونك يا عبد العزيز؟ عبد العزيز انت بدك تتكلم ويا العراق اكيد مو بليبيا. تفضل. الو يا عبد العزيز تسمعني؟ هلا والله اسمعك 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 حبيبي. تفضل. الو مرحبا. مرحبتين. نعم تفضل ان شاء الله حبيبي. اهلا وسهلا بك يا عبد العزيز. عبد العزيز من اي مدينه تكلمني؟ من ليبيا. طيب اوكي انت من اي منطقه تكلمني؟ للاسف الاتصال يعني عندي صراحه مو واضح، مو قادر اسمعك زين، ما اعرف. يا ريت انه ترجع تعاود الاتصال باوقات ثانيه. وتحياتي لكل اهل ليبيا واصحابي وناسي، اوجه لهم احلى تحيه ونحبكم جدا 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 فوق ما تتخيلون. هلبة 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 هلبة. اوكي تحياتي لك عزيزي واعتذر منك، بس صراحه الاتصال يمكن سيء شويه كان بسبب اعتقد الظروف.
اللي موجودة هناك. على العموم أحب بس أرجع وأقول إنه بهذا البرنامج إحنا اليوم ترى بالحلقة الأولى، يعني عارفين شنو حلقة أولى؟ هواي ناس يقعدون يبندون وماكو وياهم شيء. الحمد لله النية صافية والشغل اللي دنسويه من القلب طالع إلى قلوبكم أنتو، وإن شاء الله واصل. ويقولوا لي سميرة سعيد جاهزة، سيدي يا سيدي خليني أسمع، سيدي يا سيدي من بليغ حمدي لي سميرة سعيد، خلينا نسمعها. زاحم اخويا هلا حبيبي، شلونك؟ شلونك يا عمري؟ ايه يقولوا لي قول ايش شلونك ايش شلونك، لان انا مو ضليع بالمصلاوي. ايش شلونك ابوي هيك يقولوا لي؟ والله الحمد لله منيح مليح. ان شاء الله على طول مليح حبيبي. تسلم تسلم حبيبي قلبي. حبيبي حبيبي يا مزاحم، هلا بيك وكل اهل الموسم. حبيبي ابارك على هالقناه الحلوه الجميله. تسلم يا حبيبي، الله يبارك لي بعمرك ان شاء الله يا غالي. ايش قد مواليدك؟ 79. ولا احلى انت اقول حبيبي، فدوى لعينك عيونك الحلوه. بس اللي اريد اقوله اليوم 79 اليوم بصمه بالبرنامج مالتي، ما حد قال 82، كلكم 79. ليش ليش؟ العمر كله عمري انت. قول يا مزاحم، قول يا مزاحم شنو تسمع انت؟ شنو ذوقك؟ شنو جوك؟ والله اريد اسمع حاتم العراقي. حاتم العراقي راح ايد لك اياه حتى يكون وياي الاسبوع القادم. حاتم العراقي. تسلم تسلم حبيبي، من عيوني تدلم، ما ارد واحد بيكم ابدا ابدا ابدا. اهل الموصل نحبكم هوايه ونتمنى لكم دوم السعاده والراحه والامان، وابقوا ويانا تواصلوا ويانا الحياه ويانا، لانه احلى. وبابلون تي في لكم راح يكون ان شاء الله. تسلم حبيبي، الله يخليك الله يوفقك. تسلم يا عمري انت، اشكرك ان شاء الله. شكرا شكرا يا مزاحم، اشكرك اشكرك على الاتصال الحلو. شكرا يا مزاحم، شكرا لك عزيزي. على العموم تراني بعد اذا انتظر انغام، يعني انتم طوختوها وياي، انطيتوني سميره ولطيفه بس نوزاد وياي من امريكا. يلا خلينا نقول الو. مساء الخير نوزاد. اهلا وسهلا، من عمر؟ اي والله عمر، هلا وحبيبي، منو نوزاد؟ شلونك؟ شلونك حبيبي نوزاد من امريكا؟ نوزاد زيتو. نوزاد زيتو، حياك الله يا نوزاد، شلونك؟ حبيبي لا خبر، ابارك لكم على القناه والله يوفقكم كلكم. شكرا على هاي الجهود الحلوه اللي تسووها هناك. شكرا يا حبيبي، اشكرك هواي هوايه. انت اي مواليد نوزاد؟ كبير علي. اي اوكي كبير، ما يخالف يعني. 64. 64؟ من جيل الطيبين. اي طبعا اكيد، اذا هذا رقمك طبعا من جيل الطيبين واطيب ناس همينا، وتحيه لك نوزاد. الله يخليك الله يحفظكم. عيني سالم عيونك حبيب قلبي. شنو الاغاني اللي تستهويك؟ اي فن يستهويك؟ الفن الكلاسيكي القديم ولا شنو تحب بالضبط؟ اي طبعا 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 القديم القديم القديم. مثل شنو تحب؟ عراقي له كيفك كله. بكيفك شنو كله بكيفك، انت اختار واحدة من اثنين شو تحب بالضبط؟ العربي 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 عبد الحليم. عبد الحليم والعراقي سعدون شابر. والعراقي سعدون، انا حاسس اكو فالتوافق عندكم، هذا الجيل كله يحب عبد الحليم وسعدون. عبد الحليم وسعدون الظاهر عاشوا وياكم ايام أكيد حلوه أكيد. صح، احلى احلى ايام كانت طبعا. يعني اريد اسالك قبل كل شيء، شلون اهلنا بامريكا اليوم؟ شلون انت دا تشوفهم مرتاحين فرحانين كلهم زينين؟ اهم شيء كلهم زينين كلهم زينين، احسن من قبل طبعا
تحياتي لهم. صايد الله وصايد جهودكم حبيبي. السطلايتات الموجودة حبيبي حبيبي. نتطرق إن شاء الله على بعض. تحياتنا لهم ونحبكم جدا ونتمنى لكم دائما الخير ونتمنى منكم التواصل على طول ويانا لأنه مشاركتكم تعليلة جدا. شكرا لك حبيبي. شكرا شكرا. سرمد وياك حبيبي وياك. أنا آسف إذا أخرتك. شلونك قلبي؟ لا بالعكس حبيبي قلبي غالي. شلونك عيوني؟ هلا حبيبي. دا تخابرني انت من الكوت مو؟ شوف ما اقول دا تتصل دا تخابرني. شلون اهل الكوت؟ احب اهنيكم واحبنيكم على القناة الجديدة الحلوة الراقية. في دول عمرك انت الراقي حبيبي. على راسك حبيبي. تسلم حبيبي. المرة مواليد 85 مت 70 خشب. عاشت ايدك التفتت بالموضوع قبال بدون ما تنتظرني اسولف. على راسي العمر كله. وشنو تسمع بالضبط؟ شنو تسمع؟ والله اسمع ميادة حناوي. ها ميادة حناوي هم يعني خليني اكتبها ميادة ما اريد انساها راح حتى احط لكم اياها. ميادة انا بعشقك. تعرف ميادة الحناوي اذا حط انا بعشقك يعني خلص البرنامج واني بعدني ممكن ولا حاكي اصلا لان هي الاغنية اطول من البرنامج. بس احط لك اياها الاسبوع الجاي. واحد ضايع ديها يعني مخصوصة للحبيبة اي اللي اي زعلها اليوم ما اقدر اريها. على فكرة أنت صحيح من جيل الطيبين. تعرف ليش؟ لأنه اليوم حتى راح هذا الموضوع مال أني أهديها وتحياتي إلهم عايشين برا وسلامي إلهم وأدز لك كاسية تسجلي بي صوتك وما يخالف. على راسي تحياتي إلك يا حبيبي. تحياتي إلك ولجميع الأهل ولكل أهلنا بالكوت. شكرا حبيبي. شكرا. طبعا صراحة من كل المحافظات ومن دول عربية وأوروبية كلهم بيتصلون بينا ومع ذلك ما اقدر افوت اهل الاستيمانية وما اقول لهم الو ابو جوان شلونك. هلا حبيبي شلونك. هلا ابو شلون صحتك. الله يسلمك ابو جوان من الاستيمانية. قاعد تخابرني اول شيء قبل كل شيء سولف لي تهمينا اليوم جتك العاصفه مثل ما جتنا ولا لا؟ شلعت قلبي شلعت قلبي والله العظيم ابو جوان. شو مدريني ليش انا ادري شو كانت مصحيه ورا خمس دقائق انقلبت علي الدنيا مطر. المهم قل لي ابو جوان ايش قد مواليدك؟ 76 ترى ماكو احد يتيه بمواليده. لا لا والله 78. يلا 78 راح امشي لك اياها 78 العمر كله ان شاء الله حبيبي. ابو جوان الله يسلمك. سالم عيونك حبيبي. شنو تسمع انت الاغاني اللي تعجبك شنو بالضبط؟ والله ما في. شلون؟ اقول لك هو الاغاني القديمه؟ اي طبعا. مثل شنو؟ سمي لي. لا تصدق ليه. اه عجبتك يعني عجبتك لا تصدق ليه حشون وسعدون جابر صح؟ اي طبعا اكيد. الحلقات الجايه راح تكون احلى والحلقه الجايه حلقه ناريه من هسه اقول لكم لا لا تسولف. الحلقه الجايه مو بس اغاني راح تشوفون اشياء ماكو غير كلمه اي باق هاي وين كانت مدفونه. اي تريد ما شاء الله برنامج ما تنجح اكثر. اي قول انجح اكثر ليش لا. يلا بس ما اخذ دروس خصوصيه. قول لي ايش عندك. لا لا مو دروس خصوصيه بس اي واحد يطلب منك اغنيه ورا الاشياء يقول له صوت يقفل. اوفا. على راسي حبيبي. لا راح احط لك اياها صدقني مو بس اغاني. الحلقه الجايه اكو فد مشاهد لازم تشوفوها لانه ربطت بحياتنا كلش هوايه وظلت على لساننا على طول. انتظروا الاسبوع الجاي حبيبي او حلقه بعد باشر حبيبي. شكرا لاتصالك. تحياتي لكل اهل الاستيمانية ابو جوان. شكرا لك عزيزي. كم بقي لنا من الوقت؟ حسين من الكوت ايضا. يلا ناخذ حسين. حسين مساء الخير. مساء الخير او صباح الخير. صرنا صباح. هلا حبيبي شلونك؟ صباح الخير. شلونك الله يخليك. هلا قلبي. شلون صحتك؟ مبروك على افتتاح القناه. اشكرك اشكرك يا حسين. حسين من الكوت صح؟ صح. على راسي يا حبيبي. حسوني ايش قد مواليدك؟ على راسي 77. العمر كله ان شاء الله حبيبي. العمر كله الله يخليك الله يسلمك. اويلي 77 كان عليكم انتم كلمه بعدين نقولها احنا بغير وقت. بس سولف لي من اي منطقه من الكود انت تخابرني؟ حي الربيع. حي الربيع. تحياتي لك ولكل اهالي حي الربيع. هاي اذا بقى عندنا هسه ربيع بس ان شاء الله جاي ربيع بايدين بالشتاء ان شاء الله. سولف لي حبيبي. قل لي قل لي يا قلب شنو الاشياء اللي تعجبك من الماضي؟ الاغاني من الماضي ومن الحاضر تعجبني الاغاني حلوه يعني سواء كان من الماضي او الحاضر تكون حلوه بس المهم تكون الاغنيه حلوه قديمه ولا جديده المهم حلوه وتعجبك تمخمخ عليها بالضبط يعني. صح بالضبط طبعا اوكي صح.
طيب أي. اذا ردنا نعطيك اغنيه نهديك اياها الحلقه الجايه، مثل شنو ممكن تكون انت تختار؟ شنو اللي ببالك؟ ياس خضر مجروحين. ياس خضر. أوه. طيب مجروحين. حلو حلو، يعني هسه صار عندنا تغيير، لانه كنا ماشيين مياده وكاظم وسعدون، هسه دخل ويانا ياس خضر، هذا غير شكل. تحياتي لك. ها قول عمر. وليش الاغاني بس مجرد يعني مقتطفات، يعني ما تطلع مثلا اغنيه دقيقه او اكثر؟ لا 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 لا, لا ارجوك ارجوك ما تقولش كده. اسمعني حبيبي حسوني. اكو ساعات مخصصه باقات بالقناه هي تبث هذه الاغاني، يعني فجاه تشوف انه بهذه الساعه موجوده نازله بالمنهاج، راح تشوفون هاي الاغاني نازله ضمن هاي الساعه. يعني فكرة البرنامج مجرد تذكير بهاي الأغاني وهاي الأجواء؟ أي طبعا أكيد، إحنا نرجع نذكر العالم بهاي الأشياء، بس الحلق الأغاني هاي كلها تنزل ضمن باقات موجودة هي ببابلون تي في، والحياة ويانا أحلى إن شاء الله وياكم أكيد. شكرا لك، شكرا لك حسين حبيبي من الكود، تحياتي لك ولكل أهل الكود. آخر اتصال ويانا واليوم ما شاء الله أهل الجزائر مالعين الدنيا. ألو خديجة. الو. هلا يا خديجة. الو. مساء الخير خديجة. الو. مساء النور. هلا عزيزتي تفضلي. انا صديقة لميا وحبيت انا تاني اتصل بكم. كل عويلة تتصل فينا، بس نقصر شوي على الصوت، نصي الصوت شوي. اي صوت التلفزيون. كيفك؟ نصي صوت التلفزيون شوي. مسمعش. نوطي صوت التلفزيون شوي حتى تسمعيني، اوكي؟ التلفاز، يلا التلفاز. اوكي اوكي وطيت الصوت، وطيت. تمام تمام ثانك يو. يلا يا حبيبتي يا خديجة. اي مواليد؟ انا تعجبني بزاف هذه بابلون تي في. شكرا، هذا بس من ذوقك يا راقية، تسلمين. شكرا، ونحن اصلا نحبكم وعلى طول معجبين بشهامه وجمال الجزائريات. الله يسلمك يا حبيبتي. حابه نقدم تحياتي لكم انتوما ولاختي شاهيناز، لاختي لميا. تحياتنا اكيد لهم، اكيد تحياتنا لهم عزيزتي، على راسي والله، وانا سعيد جدا باتصالك. والاغنيه الاخيره راح تكون مهداه لك ولكل اهل الجزائر ان شاء الله. ان شاء الله عزيزتي. ان شاء الله. شكرا لاتصالك، تصبحين على الف خير، وابقوا ويانا على طول، لانه على طول الحياه ويانا احلى، واكو تجدد كل يوم وكل ساعه وكل لحظه، راح تشوفون اكو اشياء جديده واشياء ترجعنا الى الماضي. طبعا اغنيه اختارتها ايضا كلنا غنيناها ورددناها ومشت ويانا مسافه طويله من حياتنا. ما راح اقول من المغني، انتم راح تحزروا، بس الأغنية أكيد راح تعرفوها. خلينا نسمع سوية ونشوف الأغنية بدون ما أعرف أني عنها، أنتوا راح تقولون شنو هي. خلينا نشوفها سوية. شيكي شيكي بابا، شيكي شيكي بابا، عيني عيني يابا، عيني عيني يابا، هلك مريدوني، هلك مريدوني، قالوا فقير يابا، قالوا فقير يابا. واني لروح السعودية وعمل وقتك يا بنية، رجائي تحفظي عهدي انت يا روح عيني، انت روحي ومهجتي، انت قلبي ومقلتي، انت املي وفرحتي، وما ابغي غيرك يا بابا. شيكي شيكي بابا، شيكي شيكي بابا، عيني عيني يا بابا، عيني عيني يا بابا، هلك مريدوني، هلك مريدوني، قالوا فقير يا بابا، قالوا فقير يا إلى ختام حلقة اليوم. ولكن قبل الختام أحب أقول شيء، الاتصالات اللي أخذناها هي مو
حابب أعرف إيش قد مواليدك أو من أي منطقة. الهدف إنه أريد أعرف أنت شو تحب، لأنه الشيء اللي تحبه هو اللي رح يستمر وياي بالبرنامج، أنت رح تشوفه. إحنا اليوم موجودين حتى نلبي طلباتكم ورغباتكم، وبابلون هدفها اليوم إنه تستمر وياكم أكثر وأكثر بالأشياء اللي أنتوا تحبوها واللي أنتوا تشوفوها. هواي طلبات وأشياء توصلنا وإحنا صدقوني ما نتجاهل أحد ولا نقول إنه لا عندنا هسه هذا اللي نخليه، لا مو هاي الفكرة. كل طلباتكم مدروسة وماشية وكلها رح تنزل، واتصالاتكم اللي ناخذها هي رح تخلي البرنامج يستمر أكثر وأكثر وأكثر، ورح نلبي بيها كل رغباتكم وطلباتكم إن شاء الله. إن شاء الله الله لا يخلينا من هالاتصالات لا خلا ولا عدم مثل ما يقولون. ورح أشوفكم بعد باكر الثلاثاء إن شاء الله على الساعة 11 بإذن الله. خليكم دائما عيونكم على بابلون، لأن الحياة ويانا أحلى. تصبحون على ألف خير.